تنظرون الدمع يغرق وجنتي هل تسمعون تسارع النبضاتي هل تشعرون بحزن قلب مبعد عن لذة للعلم في الحلقات حرم السكينة وسط جو مفعم بالأنس رغم تزايد الساعات حرم الملائكة حين حفت جمعكم مستغفرين فيا عظيم هباتي جعفر بن محمد هو جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين السبط الشهيد بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم الإمام السيد أبو عبد الله سيد بني هاشم في زمانه القرشي المدني العلوي النبوي وهو أحد الأئمة الاثنى عشر الذين تزعم الشيعة الإمامية أنهم معصومون وأنهم أحاطوا بالعلم علما والذي نعتقده أنه لا عصمة لأحد من البشر إلا للنبيين وأن كل واحد يخطئ ويصيب ويؤخذ من قوله ويطرح سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه مؤيد بالوحي معصوم وكان هذا أبو عبد الله الصادق إذا نظر إليه علم أنه من سلالة النبيين كان غزير العلم واسع المعرفة سئل أبو حنيفة رحمه الله فقيل له من أفقه من رأيت قال لم أرى أحدا أفقه من أبي عبد الله جعفر الصادق قال لما دعاه المنصور إلى الحيرة المنصور أبو جعفر المنصور الخليفة العباسي كان دعا أبا جعفر الصادق إلى الحيرة في العراق ودعا أبا حنيفة وقال له يا أبا حنيفة إني أرى الناس قد فتنوا بأبي جعفر فهيئ له من مسائلك الصعاب لماذا؟ ليضع منه ولينظر الناس هذا الذي فتن به فإذا به قال أبو حنيفة فهيأت له 40 مسألة ثم لما قدم قال استأذنت فدخلت فإذا بي المنصور جالس على سريره وبجانبه أبو جعفر قال فدخلني من الهيبة لأبي جعفر أكثر مما دخلني الخليفة سلالة النبي صلى الله عليه وسلم قال فاستأذنت فجلست فقال المنصور لأبي جعفر فقال المنصور لأبي عبد الله لجعفر الصادق قال له يا أبا عبد الله أتعرف هذا؟ قال نعم هذا أبو حنيفة فقال المنصور لأبي حنيفة يا أبا حنيفة هاتي بعد مسائلك نسأل أبا عبد الله قال أبو حنيفة فجعلت أسأله المسألة فيقول أنتم تقولون فيها كذا وأهل المدينة يقولون فيها كذا ونحن نقول فيها كذا فربما وافقنا وربما وافق أهل المدينة حتى أتى على 40 مسألة فلذلك كان أبو حنيفة يقول ما رأيت أفقه منه وأنتم تعلمون أن الفقه في ذلك الزمان أفقه الناس هو أكثرهم اطلاعا على أقاويل العلماء وكان جعفر الصادق
يمقت الرافضة ويغضب منهم إذا علم أنهم ينالون من جده أبي بكر الصديق. أبو بكر الصديق هو جد لجعفر الصادق. كان جعفر يقول ولدني أبو بكر مرتين. كيف هذا؟ أم جعفر هي أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر، وجدته لأمه هي أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر، فلذلك كان يقول ولدني أبو بكر مرتين. وكان يغضب ويمقت إذا علم أحدا أو سمع بأحد يناله بسوء. أتاه مرة رجل فقال له إن لي جارا يذكر، قال لي إنك تبرأ من أبي بكر وعمر. فقال له جعفر الصادق برئ الله من جارك. وكان يقول إني لأرجو الله لأرجو أن ينفعني الله بقرابتي من أبي بكر. وكان يقول والله ما أرجو من شفاعة علي شيئا إلا وأنا أرجو من شفاعة أبي بكر مثلها، فقد ولدني مرتين. وكان يرسل أصحابه ليشيعوا عنه أقوالا، منها أنه كان يقول من زعم أني إمام معصوم مفترض الطاعة فأنا بريء منه، ومن زعم أني أبرأ من أبي بكر وعمر فأنا بريء منه. وكان يحب أن يشيع هذا عنه. ومن مأثور كلامه ووصية لأحد أبنائه وموسى، اسمه موسى بن جعفر، يقول له من قنع بما قسم له استغنى، ومن مد عينيه إلى ما في أيدي الناس مات فقيرا، ومن لم يقنع بما قسم له اتهم الله في قضائه، ومن كشف حجاب غيره انكشفت عورته، ومن سل سيف البغي قتل به، ومن احتفر بئرا لأخيه أوقعه الله فيها، ومات رحمه الله سنة 48. أبوه هو محمد بن علي. شكون علي؟ زي العابدين بن الحسين بن أبي طالب. وهو أيضا أحد الأئمة الاثني عشر الذين يزعمون عصمتهم. وهو هذا محمد بن علي كان أحد الذين جمعوا بين العلم والشرف والسؤدد والثقة والرزانة، وكانت تلاء لكتاب الله. لما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة استقدم الفقهاء، وكانوا خاصته وأهل مجالسه، فاستقدم ممن استقدم علي بن محمد هذا. علي بن محمد كان يشتهر بالباقر، نقلت لكم الصادق بن الباقر. الباقر هذا من بقر شقه، قالوا لقب الباقر لأنه شق العلم فعرف أصله وخفيه، يعني بالغ في الاطلاع عليه وعالم منه ما لم يعلم كثير غيره من العلماء. قلت استقدمه عمر بن عبد العزيز في من استقدم من الفقهاء. فلما أتاه جلس ينتظر أن يؤذن له ليدخل. في ذلك اليوم الذي جاء فيه طبعا معه من الفقهاء كثير، الحاجب مريض الذي يعرف الناس ويعرف أقدارهم مريض، فالذي تولى أمر الحجابة في ذلك اليوم ابنه ابن الحاجب. فطلب عمر بن عبد العزيز أمر ابن هذا ابن الحاجب أن يأذن لي محمد الباقر أبي جعفر الباقر. فذهب ابن الحاجب ونادى في الفقهاء أين أبو جعفر يدخل. أبو جعفر ليس واحدا في الناس، فخشي أبو جعفر أن يقوم فيقال له لست المراد، يقبح عليه. فجلس، فمكث هذاك الآذين ينادي أين أبو جعفر أين أبو جعفر، فلم يقم خشية أن
يقوم فيقول يقال له لست المراد. فدخل على عمر بن عبد العزيز فقال له لم يحضر. فقال له عمر بن عبد العزيز بلى قد جاء أخبارا الغلام بذلك. وانظروا إلى تطلب العلماء معرفة أخبار من يعتنون بهم. لا جاء أكين. فقال قد ناديت 3 مرات فلم يقم أحد. فقال كيف ناديت؟ قال قلت أين أبو جعفر؟ قال ويحك قل أين محمد بن علي؟ فخرج فقال أين محمد بن علي؟ فقام فدخل. فدخل عليه فتحدث ساعة. ثم قال أبو جعفر لعمر بن عبد العزيز إني أريد الوداع يا أمير المؤمنين. فقال عظني يا أبا جعفر. فقال يا أمير المؤمنين اتق الله حيثما كنت، واتخذ الكبير أبا والصغير ابنا والرجل أخا. فقال عمر بن عبد العزيز يرحمك الله لقد جمعت لنا، لقد وعظتنا بما إن عملنا به وأعاننا الله عليه استقام لنا الخير. فانصرف وذهب إلى رحله ليرجع إلى بلده. فبعث إليه عمر بن عبد العزيز برسول يطلب منه أن ينتظر سيأتيه، وأقسم عليه أن لا يأتيه هو. فلما أتاه عمر بن عبد العزيز التزمه ووضع صدره عليه وبكى، ومكث كذلك ساعة. ثم قام فلم يسأله أبو جعفر في ذلك المقام شيئا إلا أعطاه إياه، ثم افترقا فلم يجتمعا حتى ماتا جميعا رحمة الله عليهما. قالوا بينما أبو جعفر في فناء الكعبة إذ جاءه أعرابي فقال له هل رأيت الله حتى عبدته؟ فأطرق أبو جعفر ساعة وأطرق الذين كانوا معه، ثم رفع رأسه إلى الأعرابي فقال ما كنت لأعبد شيئا لم أره. فقال الأعرابي كيف رأيته؟ قال لم أره بمشاهدة، لم تره الأبصار بمشاهدة العيان، ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان. لا يقاس بالناس ولا يدرك بالحواس، بان من الأشياء وبانت الأشياء منه، ليس كمثله شيء، ذلك الله لا إله إلا هو. فقال أعرابي الله أعلم حيث يجعل رسالته. يعني هذا الكلام لا يخرج إلا من سلالة النبي صلى الله عليه وسلم. وسئل أيضا كما سئل ابنه عن أبي بكر وعمر، فقال للسائل إني أتولاهما وأستغفر لهما. وقال سالم بن أبي حفصة، وهذا كان أحد أتباعهم ممن عرف بالتشيع، قال سألت جعفرا وابنه وأباه عن أبي بكر وعمر، فقال لي يا سالم تولهما وبرأ من عدوهما فإنهما كانا إمامي هدى. الذهبي الحافظ الذهبي رحمه الله لما ذكر هذه القصة قال وسالم كان فيه تشيع، ومع ذلك يذكر هذا القول ويبثه وينشره. وهذا لا تنشره الشيعة، أنتم تعلمون أنه لهم من الأدعية والأذكار ما فيه اللعن للصحابة أجمعين، ولا سيما أبي بكر. فقال الذهبي سالم كان يتشيع، سالم أبي حفصة كان يتشيع، ومع ذلك يبث هذا القول وينشره، فلا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذو الفضل. فعثر الله شيعة زماننا ما أغرقهم في الجهل والكذب، يسيئون ويشتمون وزيري المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإذا حدثوا بهذا القول من أبي جعفر وابنه حمله على التقية، قالوا إنما قال ذلك تقية. مع أن سالم بن أبي حفصة يقول دخلت على أبي جعفر في مرضه، قال فقال وقال سالم هذا ما أظنه قال الذي قال إلا من أجلي، قال اللهم إني أحب أبا بكر وعمر وأتولاهما، اللهم إن كان في قلبي غير هذا فلا نالتني شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة.
من سئل مرة عن قول ربنا سبحانه إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. سئل عن والذين آمنوا فقال هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له السائل إنهم يقولون هو علي بن أبي طالب، هو المقصود بالذين آمنوا، وهذا موجود في كتب التفسير حتى عندنا. فقال هو علي بن أبي طالب منهم، منهم. من مأثور كلامه رحمه الله أنه قال ما الدنيا وما مبلغها، هل هي إلا مركب ركبته أو ملبس لبسته أو امرأة أصبتها؟ وهذه الدنيا، يعني دنياك هو كما قال ما يروى أنه قاله صلى الله عليه وسلم ما أكلت فأبليت، ما أكلت فأفنيت ولبست فأبليت، هذه هي دنياك. لو كانت لك أموال قارون دنياك هو ما تمتعت به من تلك الأموال، وغير ذلك فإنما هو لوارثك. ثم كان يقول اذكروا من عظمة الله ما شئتم وما تذكرون من شيء إلا وهو أعظم منه، واذكروا من الجنة ونعيمها ما شئتم وما تذكرون من شيء إلا وهي أفضل منه، واذكروا من النار ما شئتم وما تذكرون من شيء إلا وهي أشد منه. نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار. مات رحمه الله سنة 14 و100، وقيل سنة 17 و100.